السنة الثالثة ابتدائي. السلام عليكم، هذا اختبار الفصل الثالث في مادة الرياضيات نموذج أول، سنقوم بحله معا. التمرين الأول، أكمل ملء الجدول. لدينا ثلاث أشكال مطلوب: عدد الأضلاع، اسم المضلع، وعدد السوايا القائم. المضلع الأول، كم يوجد من أضلاع؟ نحسب 1 2 3 4. إذن عدد الأضلاع 4. ننتقل إلى المضلع الثاني أو الشكل الثاني، 1 2 3، إذن لديه 3 أضلاع. الشكل الثالث، 1 2 3 4، لديه أحسنتم 4 أضلاع. اسم المضلع، اسم هذا الشكل، لديه 4 أضلاع، كل ضلعين متقابلين متساويين يسمى مستطيل. الشكل الثاني، لديه 3 أضلاع، أحسنتم، يسمى مثلث. الشكل الرابع، لديه 4 أضلاع لكن أضلاع ليست زواياها قائمة، يسمى جيد معين، زواياه ليست من هذا الشكل، زاوية قائمة اسمه معين، ولديه 4 أضلاع متساوية. عدد الزوايا القائمة، نلاحظ أن المستطيل عدد الزوايا القائمة، أضلاع المثلث يجب أن يكون للضلعين الشكل ينطبقان مع ضلعين الكوس، إذن ها هي الزاوية قائمة. هنا كذلك زاوية قائمة، هنا يوجد زاوية قائمة، ضلعان ينطبقان، زاوية قائمة، وهنا كذلك الضلعان ينطبقان، زاوية قائمة. إذن المستطيل لديه 4 زوايا قائمة. الشكل التالي وهو المثلث، لديه 2 ضلعان ينطبقان مع الكوس، الزاوية قائمة. هنا نلاحظ أن الضلع هذا ينطبق مع الكوس لكن الضلع هذا لا ينطبق مع الكوس، ليس من هنا، إذن هذه ليست زاوية قائمة، نفس الشيء ليست زاوية قائمة، إذن المثلث لديه زاوية قائمة 1. نراجع، المستطيل لديه 4 أضلاع وأربع زاوية قائمة، المثلث لديه من هذا الشكل لديه زاوية قائمة و3 أضلاع، والمعين لديه 4 أضلاع. ننتقل إلى التمرين الثاني، المطلوب هو رسم عقربي الساعات والدقائق حسب الوقت المسجل. لدينا الأوقات 2:25، 7:15 أو 7:15، 9:20، والخامسة 20 أو 5 تماما. نرسم عقربي الساعات على الساعة، إذا نبدأ دائما بالساعات. 2 ساعات، هنا العقرب الصغير وهنا العقرب الكبير، 2 ساعات، 2 عقرب صغير، 1 2 عقرب صغير. 25، نبدأ هنا 0 5 10 15 20 25 30، إذا نتوقف عند 25، 0 5 10 15 20 25، وهذا هو العقرب الكبير، إذن هذا عقرب الصغير وهذا العقرب الكبير. ننتقل إلى الساعة الثانية، 7 هو العقرب الصغير، هي 7، و15 هي العقرب الكبير، نحسب 0 5 10 15، عقرب كبير. 7:15، الساعة الثالثة، 9، إذن العقرب الصغير 9،
والعقرب الكبير 20، نحسب 0 5 10 15 20، كل مرة نصعد بخمسة. الساعة الرابعة والأخيرة دائما نفس الطريقة، هنا العقرب الصغير 5 1 5، هي العقرب الصغير، العقرب الكبير 0 0. دائما بالنسبة للعقرب الكبير نحسب 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55، وهنا لدينا 0. إذا نقرأ الساعة الثانية و 25، السابعة وربع، التاسعة و20، والخامسة تماما. ننتقل إلى التمرين الثالث. التمرين الثالث هو مطلوب إنجاز العمليات العمودية. لدينا عمليات نقوم بإنجازها عمودية. نبدأ بالعملية الأولى، عملية الجمع. 8542 زائد 15247. نكتب 8542 زائد 15247. دائما نبدأ بالوحدات، 7 4 2 5 ثم الواحد حتى لا نخطئ، تساوي ونجمع. 2 زائد 7، 2 نضيف لها 7 أو 7 نضيف لها 2، 7 في الرأس نضيف 2، 8 9. 4 زائد 4، أحسنتم، 8. 5 زائد 2، جيد، 5 6 7. 8 زائد 5، 8 نضيف لها 5، 8 9 10 11 12 13. نكتب 3 ونحتفظ بالعشرة. لدينا 10، 1 زائد 1 تساوي 2. إذا النتيجة تساوي 23789. ننتقل إلى العملية الثانية وهي عملية الطرح. نكتب الأعداد عموديا، 8600 دائما نطرح فراغ، 1 و2 ناقص، نبدأ بالوحدات، 4 1 5 و2 تساوي 1 ناقص 4. لاحظ أن 1 أصغر من 4. أستعير 10 وأطرحها من هنا، 11 ناقص 4، 11 ناقص 4، 4 ونصعد إلى أن نصل إلى 11. 4 5 6 7 8 9 10 11 تساوي، جيد، 7. 1 ناقص 1 تساوي 0. 6 ناقص 5، 6 نطرح منها 5 تساوي 1. و8 ناقص 2، نضع 8 في اليد أصابع ثم نطرح 2 تبقى 6. إذن يساوي 6107. ننتقل إلى العملية الثالثة وهي عملية الضرب، 527 مضروبة في 5. لدينا 5، أولا نضربها في الوحدات ثم في العشرات وفي المئات. 5 ضرب 7، أحسنتم، تساوي 5 و3. نكتب 5 واحتفظ بالثلاثة. ضربناها في 7، الآن نضربها في 2. 5 ضرب 2 تساوي، جيد، 10. نضيف 3 10 11 12 13. نكتب 3 ونحتفظ بالعشرة. 5 الآن نضربها في المئات. 5 ضرب 5، جيد، 25. ونضيف 1 26، إذن تساوي 2635. العملية الرابعة، 325 مضروبة في 24. هنا لدينا
عدد مكون من رقمين نفس الطريقة. نبدأ الأول بالأربعة، نحول على الأربعة ونضربها بنفس الطريقة، نضربها مع الوحدات ثم العشرات ثم المئات. نبدأ 4 ضرب 5 جيد تساوي 20، نكتب الصفر ونحتفظ بالاثنان. 4 ضرب 2 جيد تساوي 8، نضيف 2 9 10، نكتب الصفر ونحتفظ بالعشرة. ضربناها في الوحدات العشرات، الآن بقي لنا نضربها في المئات. 4 ضرب 3 جيد 12، نضيف 1 13. إذا انتهينا، ضربنا 4 في هذه، بقينا العدد 2. نفس الشيء نقوم به، نضربه في الوحدات والعشرات والمئات، لكن نضع نقطة هنا ونبدأ من هنا. 2 مضروب في 5 جيد تساوي 10، نكتب الصفر واحتفظ بالواحد، وهنا نضع فوق هذا حتى لا نختلط مع الاثنين. 2 ضرب 2 ضربنا في الوحدات ثم هنا، 2 في 2 4 نضيف 1 يساوي أحسنتم 5، ضربنا في هذه في هذه بقي هذه، 2 في 3 تساوي 6. انتهينا، نقوم بجمع العدد المتحصل عليه. 0 زائد 0 تساوي 0، 0 زائد 0 تساوي 0، 3 زائد 5 تساوي 8، و1 زائد 6 أحسنتم تساوي 7. وهكذا أجرينا العملية العمودية، عملية الضرب عمودية. إذا بالنسبة للجمع طريقة بسيطة، الطرح دائما نستعير وننقصه من هنا، الضرب نضرب العدد الذي يوجد هنا نضربه في الوحدات ثم في العشرات ثم في المئات. لما يكون لدينا عدد متكون من رقمين، الرقم الأول نضربه في الوحدات والعشرات والمئات، نضع نقطة، ثم ننتقل إلى العدد الثاني والرقم الثاني، نضربه في الوحدات والعشرات والمئات ونجمع، نتحصل على النتيجة. ننتقل إلى الوضعية الإجماعية. يملك مربي المواشي 245 رأسا من الغنم. إذا كان عدد النعاش 195 نعجة، ما هو عدد الكباش؟ ولدت النعاش 260 خروفا. سؤال ثاني، كم رأسا صار يملك هذا المربي؟ اشترى 10 حوزا من التبن ب 35 دينار للحزمة الواحدة، كم دينارا صرف هذا المربي؟ نعيد قراءة مع الشرح. يملك مربي المواشي 245 رأسا من الغنم، هذا مربي لديه الغنم أو المواشي 145 رأسا، معناه 145 غنم. إذا كان عدد النعاش، معناه الغنم أنثى، 105 نعجة، ما هو عدد الكباش؟ إذا لديه 245 رأسا، رأسا معناها فيها الكباش وفيها النعاش، مجموع النعاش زائد الكباش يساوي 245. كم لديه من نعاش؟ 195 نعجة. إذا الباقي هو عدد الكباش، لأن عدد الكباش زائد عدد النعاش يساوي 245، ما يملك هذا المربي. وكذلك مرة أخرى، المربي لديه 245 رأسا، معناه لديه 245 تتكون من النعاش والكباش. إذا كان النعاش 195 الباقي هو كباش. السؤال، ما هو عدد الكباش؟ ما هو عدد الكباش؟ معناه العدد الباقي من رؤوس. إذا 145 رأسا نطرح منها عدد النعاش، نجيب عدد الكباش. عملية الطرح، نكتب عملية الطرح 245 ناقص 195. نجري العملية عموديا، 245 ناقص 195، 5 ناقص 5 أحسنتم تساوي 0، 4 ناقص 9، 4 أصغر من 9 لا أستطيع، أستعير 10 وأطرحه.
14 ناقص 9، 9 ونص حتى 14، 9، 10، 11، 12، 13، 14، نص 5 درجات نصيب 14، 1 ناقص 1 تساوي 0. إذن وجدنا 50. نجيب عن السؤال، ما هو عدد الكباش؟ عدد الكباش 50. إذن لدينا 50 كبشا و195 نعجة. 50 كبشا نضيف لها 195 نعجة، نجد عدد الكباش من كل. إذن الذكر نعيط نسميه كبش، والأنثى نسميها نعجة، ومجموعهما نسميهم رأسا. إذن 50 كبشا زائد 195 نعجة نجدها 245 وتسمى رأسا. نواصل، ولدت النعاج 260 خروفا، كم رأسا صار يملك هذا المربي؟ إذن كم كان يملك المربي؟ كان يملك 245 رأسا. السؤال مطلوب، كم رأسا؟ معناه الكل، النعاج والكباش معا، رأسا معناها النعاج والكباش. صار يملك هذا المربي، كم كان لديه المربي؟ كان لديه 245 رأسا. ولدت النعاج 260، معناها زادت أو أضافت 260 خروفا جديدا، كم صار عنده؟ أحسنتم، عملية الجمع. إذن 145 الذي كان يملكهم المربي، ولدت له النعاج 260، معناها أضافت 260، نجري العملية عمودية، 245 زائد 260 تساوي 5 زائد 0 تساوي 5، 6 زائد 4 زائد 6 تساوي 4، نضيف لها 6، 4 5 6 7 8 9 10. أحسنتم، 2 زائد 2 4، لا ننسى الواحد، 5. إذن صار لديه 505 رأسا. نجيب على السؤال، صار يملك هذا المربي 505 رأسا، معناه النعاش والكباش. نواصل، اشترى 10 حزم من التبن ب 335 دينار للحزمة الواحدة. إذن ماذا اشترى؟ 10 حزم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 10 حزم ب 335 دينار للحزمة الواحدة. إذن هذه ثمنها 335، هذه 335، كل واحدة منهما ثمنها 335. كم لدينا من مرة؟ لدينا 10 مرات 335، 10 مرات معناها، أحسنتم، عملية الضرب. كم دينار صرف هذا المربي؟ إذن 335 ثمن الحزمة الواحدة متكررة 10 مرات مضروبة في 10. لما نرى الحزمة الواحدة معناه يجب الضرب، تساوي لدينا 335 ضرب 10، لما يكون لدينا الضرب في 10 نحوط على الصفر ونكتب نفس العدد 335 ونضيف عدد الأصفار، لدينا 0 و 1. لما تكون 10 أو 100 أو 1000، 10 نضيف 0 و 1. ونجيب عن السؤال، كم دينار صرف هذا المربي؟ صرف هذا المربي 3350 دينار. نعيد شرح الوضعية، كان يملك المربي 245 رأسا، منهم 195 نعجة. المطلوب ما هو عدد الكباش؟ نعرف أن عدد الكباش زائد عدد النعاج يساوي 245. عدد الكباش عملية الطرح، 245 ناقص 195 وجدنا عدد الكباش 50. ثم ماذا؟ ولدت النعاج 260، معناها أضافت 260 خروفا جديدا، كم رأسا مطلوب؟ كم رأسا؟ رؤوس
نبحث عن كم كان لديه من رأس. لديه 245 رأسا، ولدت 160، نضع عملية الجمع، نجد أصبح يملك 505 رأسا. ثم ماذا اشترى هذا المربي؟ اشترى 10 حزام، ثمن الحزمة الواحدة 335. المطلوب كم دينار صرف؟ بما أن 10 مرات 335 عدد المرات معنى عملية الضرب، ضرب 335 في 10 وجدناها 3350 دينار. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد، والى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.